ويدل على ذلك عدد من الأدلة، منها أولاً أن النصوص قد جاءت بالأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلت طاعته من طاعة الله، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويدل على ذلك أن الله جل وعلا قد أثبت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما في قوله جل وعلا: محمد رسول الله، وكما قال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن مقتضى كونه رسولا أن يصدق في خبره وأن يطاع أمره، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومما يدل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن عددا من الأحكام الواردة في الكتاب لا يمكن معرفتها ومعرفة معانيها إلا بالاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلنا لذلك بما ورد في قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. فإن هذه الآيات لا يعلم معناها ولا يمكن تطبيقها إلا باعتماد ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلك على ذلك أن هؤلاء الذين ساروا على هذا المنهج وسموا أو نسبوا أنفسهم إلى القرآن زورا وقعوا في أخطاء شنيعة تخالف ما في كتاب الله جل وعلا. ولا يصح أن ينسبوا إلى القرآن، لأن القرآن قد دل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يستدل بتلك السنة فليس من القرآن في شيء، وإنما هو يخالف القرآن بتركه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.